هما دول ولاده مش عايزين يروحوا نادي تاني، هو ده اللي انا هقدر اقوله يعني، عشان ايه زي ما حضراتكم عارفين الكلام اللي بيتقال في دايما احنا هنا في القناه يعني دايما بنحاول نشوف نفسنا احنا بس، ما بنفكرش في اللي جنبنا وبيقولوا ايه، في حاجات تانية وفي قنوات تانية وفي على السوشيال ميديا عموما الناس ما بتعملش حاجه في حياتها غير محمد. يعني انا مره ما اعرفش قالوا لك ولا لا، مره طلعت على الهواء هنا قالوا لي ايه خبر اخبار تك 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 ورا بعض انت واجايت اتخانقتوا خلاص. فانا طلعت عملت ايه بقى، قلت لهم محمد هاني طلع شعاع احمر من عينه وجاي مسك سيف وراح ضرب محمد هاني. ما هو من كتر الحاجات اللي احنا على فكره بتحصل مشادات وبتحصل حاجات كتيره جدا، طبيعي مش ولا ما بتحصلش؟ لا طبيعي ان بيبقى في شد مثلا في الملعب في حاجات معينه، عصبيه مثلا. لكن اليوم ده يعني اليوم ده اصلا ما كانش فيه، يعني الموضوع ما كانش فيه اي حاجه، احنا كنا في اوضه اللبس اتكلمنا مع بعض، وانا واحنا مروحين كل واحد سلم على التاني وكلمته وكلمني. لا اللي هو كلام عادي يا كابتن في الملعب، يعني اللي هو طبيعي بتحصل بين اي اتنين. والماتش اللي بعديه يا كابتن، عشان الناس كانوا عمالين يتكلموا، الماتش اللي بعديه انا اللي هو كان ماتش الداخليه انا جبت جون، اول واحد جه احتفل معايا وحضني كان اجاي. ما احنا جبنا اللقطه. فيعني الناس يعني في ناس بيبقوا قاصدين ان هم يعملوا مشكله، يقولوا ان احنا مثلا عندنا مشكله، واحنا الحمد لله ما عندناش مشاكل يعني. بس طيب خلينا بما اننا بنتكلم عن اجاي وعن